أهلا وسهلا متابعين قناة المختص للأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف. يا ريت لو حضرتك أول مرة بتشوف القناة تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اليومين اللي فاتوا الهيلتي اللي شغال بيه الصناعية اللي عندي بيركبوا بيه تكييفات باص، فقالوا لي عايزين هيلتي جديد. قلت لهم حاضر نجيب هيلتي جديد. انا دايما لما بحب اشتري حاجه زي كده احب اشتريها اونلاين، وبالذات من سوق دوت كوم، لان سوق دوت كوم ده احدى شركات امازون وشركه محترمه ونظيفه ومنتجاتها مضمونه وتوصيلها ممتاز وسريع. قبل ما بشتري المنتج بعمل بشوف على بدخل على النت بشوف المراجعات اللي الناس عاملاها وبختار احسن حاجه وبدخل عليها في سوق دوت كوم وبختار افضل سعر وبطلب المنتج. كمان قبل ما بدخل على سوق دوت كوم بدخل على موقع تاني بيديني كاش باك من يعني نسبه من المبلغ اللي انا بدفعه ثمن المنتج. ازاي حضرتك؟ الموقع ده اسمه وفر اكس، هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو في الوصف. لما بشتري ما بدخلش على سوق دوت كوم على طول، بدخل على وفر اكس وبطلب ان انا بشتري من سوق دوت كوم. وفر اكس بيحولني على سوق دوت كوم وبشتري، فبيرجع لي كاش باك، انا رجع لي من المنتج ده اللي هحكي لكم عنه حوالي 3 دولار. كمان الاسعار في سوق دوت كوم ارخص من الاسعار برا. المنتج بتاعي بيجي لغايه عندي ومعايا لمده 14 يوم اقدر ارجع فيها المنتج وترجع لي فلوسي كامله. تعالوا كده نفتح مع بعض. انا الطلبيه دي طلبتها من حوالي يومين او من حوالي يومين بالظبط، اول امبارح وصلتني النهارده، فحبيت اوريكم المنتج واشارك معاكم المنتج عشان يبقى عندكم خلفيه لو حد عايز يشتري من سوق دوت كوم. انا بفضل اشتري من سوق دوت كوم افضل من اني اشتري من اي محل بر. تعالوا كده نفتح ونشوف. انا كان عندي كمان كنت طالب طلبية تاني لكن لسه ما وصلتش، مكنة غسيل اللي بغسل بيها التكييفات برضو الصناعية بوظوها وطلبوا مني ان انا اشتري لهم مكنة غسيل جديدة، طلبتها برضو النهاردة يمكن توصل بكرة او بعده ان شاء الله. ادي حضراتكم الكرتونة اهي، جات من برشمة طبعا، انا فتحت البرشام بتاعها. ادي ايه ده؟ ده ماوس انا كنت طالبه برضه، فقلت اطلبه مع الـ مع الهيلتي علشان يجيني بدون مصاريف شحن. ده ماوس اتش بي انا كنت طالبه للكمبيوتر لكن ده مش موضوعنا يعني. وادي الهيلتي. ماركة توتال، انا اخترت الماركة دي لانها ماركة نظيفة جدا. شركة توتال دي بتصنع عدد، قبل كده كنت جايب ماكينة لحام توتال برضو كانت نظيفة جدا. سوق دوت كوم من افضل الشركات اللي انا بحب اتعامل معاها واشتري منها. هذه الشنطه بتاعته زي ما حضراتكم شايفين، شنطه شيك جدا محترمه. تعال نشوف الجهاز من الداخل. دي علبه شحن، تمام. دي المسطرة اللي بتحدد المسافة، ومعاه مجموعة من البنط. اهي بنطة 6 وبنطة 8 وبنطة 10 ملي، دي بنط حوائط.
وادي الجهاز. اهو حضراتكم حاجة بسم الله ما شاء الله. التوتال ده من احسن انواع العدد، يعني انا بفضله عن الماركات الثانية لانه هو منتج جيد جدا يعني صراحة. جاي ايه ثاني معاه كمان؟ جاي معاه بنطة وأجن التكسير والمفتاح ده علشان لما باجي أشحم بعد فترة بفك طبة ده بفكها زي ما حضرتكم شايفين تطلع معايا، وابتدي احط الشحن اللي جاي معاه. طبعا ده الكتالوج بتاعه، وفي كمان حاجه حلوه خالص جايب لي معاه طقم شربون اهو، طقم شربون اصلي 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 وقول سيل اهو، حاجه ما شاء الله يعني. وادي كتالوج الاستخدام، ده كان المنتج اللي انا طلبته وصلني لحد باب البيت مشكورا مندوب الشحن، جابه لحد باب البيت، راجل كله ذوق وكله اخلاق. شركة سوق دوت كوم يا جماعة شركة محترمة، انا مش بعمل لها دعاية ولا حاجة، بس انا احب يعني استعرض معاكم طريقتي لما بحب اشتري حاجة، وبالذات في الاجهزة الكهربائية والعدد، وانا كل اجهزتي مشتريها اونلاين بصراحة. وصلني لحد البيت باب البيت، ومعايا 14 يوم اقدر ارجع فيهم المنتج حتى لو ما فيهوش عيب، اعمل له طلب استرجاع بيجي المندوب ياخده تاني وفلوسي بترجع لي. وكمان لما بشتري بشتري من وفر اكس بيرجع لي كاش باك، انا رجع لي من ثمن ال 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 الهيلتي ده ومن ثمن الماوس رجع لي حوالي 3 او 3 دولار ونص من ثمنهم، فلوسي برضو خدتها الحمد لله. فهسيب لكم الرابط بتاع وفر اكس في الوصف اسفل الفيديو. الماوس كمان ده انا لما اشتريته كان يعني انا لقيته برا، الماوس ده برا في حدود يمكن 60 أو 70 جنيه، ده ماوس اتش بي، اتش بي اصلي اهو. فانا لو لقيته في سوق، لقيت بائع في سوق دوت كوم عارضه ب حوالي 39 جنيه، وفي بائع تاني عارضه ب 49 جنيه، هو نفس الماوس، فانا اشتريته من البائع اللي عارضه ب 39 جنيه وجاني مع نفس في اوردر واحد. لو انا طلبت ده لوحده هيتحسب عليه مصاريف شحن. حضرتك لما بتشتري من سوق دوت كوم بأكثر من 300 جنيه بتاخد شحن مجاني ايا كان المنتج اللي حضرتك هتشتريه. كمان انا طالب بمكنة غسيل، غسيل بغسل بها التكييفات وكده، وان شاء الله هتوصلني بكرة او بعد بكرة، هوريها لكم ان شاء الله واعمل لكم عليها مراجعة ونشوفها. كمان حضرتك لو حابب تشتري من سوق دوت كوم اي حاجة، مش شرط يعني هيلتي، اي حاجة اي حاجة تتخيلها حضرتك، عدد اجهزه كهربائيه موبايلات موجوده على سوق دوت كوم، لو حضرتك سجلت من الرابط اللي انا هسيبه لك هتاخد 2 دولار ونص او حوالي 50 جنيه مصري، بمجرد انك تشتري اول منتج ايا كان ثمنه. يعني حضرتك ما تخشش على سوق دوت كوم على طول، ادخل من الرابط اللي انا هسيبه لك، هيدخلك على وفر اكس، هتطلب المنتج اللي انت عايزه من سوق دوت كوم او من اي شركه ثانيه، بس انا بفضل سوق دوت كوم، هيرجع لك 2 دولار ونص حتى لو كان ثمن المنتج اللي انت هتشتريه ما يضاهيش ال 2 دولار ونص دول. فدي كانت كل حلقه النهارده، ارجو ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش الاعجاب بالفيديو والشير والاشتراك في القناه، وشكرا، مع تحيات قناه المختص.